بالنسبة للخوف، شنو أكثر شيء خايف منه حاليا؟ خايف غيرك تحس بيه مو أنتي، وخايف صورتك تبقى بمخيلتي. من بعتيني هيك قبال هاي الناس كنت مشتاق لك، ما قلت لك شبعتي. الله الله. أو لا تسمعيني كل شي توقعت ترحين، بس الكارثة من قلبي ما رحتي. قلت ما تهمني صح قبال اللي يسألون، بس والله الصدق محبوبتي وبنتي. حضرتك مالتي من الصغر لليوم، ما تسمعين حكي من شوك صرتي. ما اريد الحكي القايل من سيلوك، بس احكي لي بالله بقلبك ايش قلتي. ما قلتي حبيبي شلون وحدة يعيش، شلون انطاج قلبك من صدق عبتي. ولك هو انت يمي وميت من الخوف، بعتيني برخص. لا والله قصرت عود انت الثقيلة، العقل كي هزكون اول ما حكوا بجناح شوطرتي. المن نعتب الأذون روح بروح، واحكي براحتك ما دام لك قصتي. راح ارسم ضحكتك وابقى ادور زين عود انت الوفية اللي بالقلب ضعتي، واختار النهاية شلون ما تريدين، وانهي براحتك شر النهاية انت. الله سلامتك.